في نهر النيل أو الغرق في الأنهار عموما. والتدريب بتاعنا موجود فيه أجزاء كتيرة جدا، أجزاء نظرية وأجزاء عملية. بإمكاننا إنقاذ الغريق بعد خروجه من المسبح أو النهر، وذلك عن طريق استخدام الإسعافات الأولية سواء كانت اليدوية أو باستخدام الأجهزة. بدأ الجانب العملي في الدورة باستعراض وتجهيز معدات الغوص بميدان تدريب الإنقاذ المائي بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية ومراجعة تدريبات الغوص والإنقاذ. وشهد نهر النيل إجراء التدريبات الميدانية للدورة التدريبية في المياه صعبة الرؤية ذات الكثافة العالية. كما شملت التدريبات العملية الغوص والإنقاذ النهري والبحث والانتشال في المياه صعبة الرؤية وعمليات الإنقاذ باستخدام الموتوسيكلات المائية. أهلاً، 저는 대한민국 소방관 소방장 김성엽입니다. 우선 ICDO 측에서 이 다이빙 앤 워터 레스큐 과정에 초청해 주셔서 굉장히 감사드립니다. 이 워터 레스큐 과정이 한국 측과 매우 유사한 환경에 있는데. وتلقى المتدربون محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول انتشار الأجسام الثقيلة باستخدام الباراشوت المائي كإحدى التقنيات المستحدثة في عمليات الإنقاذ النهري. أنا تعلمت الحقيقة ثلاثة مهارات جديدة هي ما موجودة عندنا في السودان. مهارات إنقاذ الأجسام الخفيفة وسط السكنديل، دي حاجة جديدة إحنا ما عندنا. تبادلنا خبرات كثيرة مثل كيف التعامل مع التيار والغوص بالتيار القوي الشديد ومواجهة الأمواج أثناء الغوص. نشكر دولة مصر على اللي استفدناه وعلى اللي تعلمناه بالدورة هاي. وفي ختام فعاليات الدورة التدريبية حصل المشاركون فيها على الشهادة المعتمدة من المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO في مجال الغوص والإنقاذ النهري.